جماعة الخير دايما حصل ما بين البلاكة والطريق. أنا الحاجة اللي ما فهمتهاش كي كنا في الطريق السيارة شرق غرب، كنت في الجهة الشرقية لقيت لي شونتي ولقيت الحفر. يسمى ذوك الحفر هذو متفاهمين حتى في الثاني في الطريق تاع الغرب. أنا ذوك راني رايح الوهرن وراني ما بين الخميس، خميس مليانة وجليدة ولاية عين دفلة، والحفرة كبيرة راهي حتى في هذه الطريق الاجتنابي هذا. هاي حفرة هنا كاين كابلاج ما يشعف لها تاع تريسيتي ولا موبيل تكون جاية موراه زيد تهرب. يا عشوقا متقلبين يا جماعة الخير. هنا رسالة إلى مديرية الأشغال العمومية وللولاية، سواء تاع ولاية شلف ولا تاع عين دفلة، يتولاه ويجي يضرب دار على الطريق، يشوف الحفر أولا إذا كان واحد قادر يكون ماشي في الليل وما يشوفش. دوكا حنا رانا في الضو الحال مع الصبحة وقريب دخلنا فيها كي جينا للستاسيون هيو. من الناس اللي راهي تحكم الطريق وترد بالها على خطر الحفر ما بين عين الدفلة والخميس والعطاف، راهي السباق الفني تاع الحفر. المشكلة البيرو ديتود قبل ما يدير الطريق هذه كيدرسها لو بيوتي، هل دار ليتود دو سول دراسة الأرضية غليسمون تيرا تيرا تمشي ما تمشيش؟ الطريق هذه راهي تدي أرواح ربي يرحمهم وزيد تدي حتى دراهم. يسمى دائما في التبذير. هو هذو قبل ما يديروا لوطاروت هذه ما كانوش على بالهم باللي يصرا غليسمون تيرا؟